وفي كل فصل هنا قصص تظهر حجم الكارثة الإنسانية التي حلت بسكان الجنوب. نعيط الشعب من جنوب لبنان، حسوا الأولاد برعب من القصف، أول مرة بيشوفوا هالشيء كله، ونحن يعني لو ما نخاف من الأولاد ما يجينا لهون، وعالم بدها تعيش بكرامة بعزة بشرف، عرفت كيف؟ حرام هالشيء اللي عم بيصير، حرام حرام. أطفال غزة راحوا عم بيروحوا هيك، أطفال وشيوخ وكل العالم، يعني شيء ما بيتصوروا العقل يعني على اللي صار. إسرائيل ما بترحم. أنا كنت ببلدة عيط الشعب، هلأ بدي القصف بعد نصف ساعة بس من الوقت. نحن قاعدين على البرندة، اجت قضيفة بقلب البيت بيناتنا، فاضطرينا نطلع من البيت، فكل البلد عنا، فشافت انه نحن بيتنا بنص البلد، وانه صار كثف عشوائي، ما عادش عم يطل الاحراش وهيك، صاروا عم يستهدفوا المدنيين.